نسخة فوق نسخة من السجلات المنسوخة باليد، إنها بمثابة نخبة توضح المسارات الصحيحة لمن يبحرون في البحر. نسخة فوق أخرى من السجلات الصفراء هي كنز من الكنوز النفيسة التي لا يقدر ثمنها لصيادي خائنا. نسخة فوق نسخة من السجلات المبسطة تدون فيها معلومات وفيرة عن بحر الصين الجنوبي العميق. نسخة فوق نسخة من السجلات الصامتة ينطلق منها صوت رنان يحدد السيادة على هذا البحر. إنها سجلات مسافة المسارات البحرية، تلخيص للممارسات والتجارب التي قام بها صيادو خائناً في المياه الإقليمية والجزر والشعاب المرجانية في بحر الصين الجنوبي. ليس هذا فحسب، بل هي أيضاً أدلة تاريخية تبرهن على أن السيادة على سانشا هي للصين منذ القدم. في البداية كان الصيادون يذهبون بقواربهم إلى سيشا ونانشا انطلاقا من خبراتهم. مواقع النجوم في السماء وظروف البحر في الأرض إلى جانب لون مياه البحر. إذا وصلوا إلى أي جزيرة أو شعب مرجاني غريب كانوا يطلقون الأسماء عليها، فبدون الأسماء من المستحيل أن يحددوا مواقعها، ناهيك عن تبادل خبراتها الذاتية. وإلى جانب التسمية يوجد هناك اتجاه أي جزيرة أو شعب مرجاني والمسافة بينهم أو بين شعب وآخر وهكذا. مثل هذه الخبرات صعبة المنال ويجب حفظها حفظا جيدا. كانت سجلات مسافة المسارات البحرية في البداية محفوظة في قلب قبطان القارب. نجح في وصول جزر سيشا وجزر نانشا، ومع وجود الكتاب في قلبه كانت المياه الإقليمية والجزر والشعاب المرجانية التي مر بها منقوشة في راحة كفه. وبعد كبره اعتزم نقل التجارب والخبرات إلى أبنائه وأحفاده لتوريثها جيلا بعد آخر، وهكذا انبثق أول سجلات مسافة المسارات البحرية. القبطان لو جيابينغ البالغ 66 عاما لم ينس ما قاله والده. 我们的协会那个金鸿楼进入部就可以当海上设施户了。لسجلات مسافة المسارات البحرية اسم آخر، ممارسات مسافة المسارات البحرية في بحر الصين الجنوبي. إنها معلومات تتناقل بين أبناء خائناً شفوياً أو كتابياً ومن جيل لآخر. توجه مسارات الملاحة البحرية في بحر الصين الجنوبي وتسجل بالتفصيل أسماء الجزر والشعاب المرجانية الواقعة في سيشا، نانشا وتشونشا ومواقعها بالضبط. أكد الخبراء أن سجلات مسافة المسارات البحرية قد تبلورت في السنوات الأولى من عهد أسرة مينغ الملكية وأصبحت ناضجة في عهد أسرة تشين الملكية، وصارت شائعة في السنوات الأخيرة من أسرة تشين الملكية والسنوات الأولى من الجمهورية الصينية. بوجود سجلات مسافة المسارات البحرية أصبحنا أحرارا في الملاحة. وبعد استيعاب السجلات يمكنك أن تكون معلما في الملاحة البحرية. بوجود السجلات يمكنك أن تكون قبطاناً ممتازاً. هذه الأقاويل المأثورة المتناقلة بين الناس في الضاحية الشرقية لمدينة وينشان ومدن بوتشان، تشينلان، تشونغهاي وتانمان الواقعة على الساحل الشرقي لخائناً تبرهن على المكانة المقدسة للسجلات، فهي بمثابة الكتاب السماوي المخفي في ذلك الوقت. وَمَنْ
不是你现在在用那个轮椅打，什么东西都有。我们一点什么都没有，我们到那个西山、南山、中山那边青山啊，就得靠那个金炉。 هذه السجلات بمثابة سجلات حقيقية لاكتشاف جزر بحر الصين الجنوبي. إنها تلخيص لتجارب صيادي خاينان منذ 1000 عام. إنها كتاب سري للملاحة البحرية ألفها الصيادون بخبراتهم واستخدموها في نشاطاتهم. إنها خريطة إبحارية للقباطنة. من خلال السجلات المكتشفة حتى اليوم وجدنا 12 طبعة منها لسو دو ليو يو تشين. إن كل منها يوضح مباشرة مسارات التطبيق للصيادين بين الجزر والشعاب المرجانية في بحر الصين الجنوبي وعملية تسمية الجزر والشعاب المرجانية الواقعة فيه، وعلى وجه الخصوص تسمية الجزر والشعاب المرجانية في سيشا ونانشا. عدد الأماكن الواردة في السجلات 136 مكانا. من المعلومات البيانية الواردة في سجلات مسافة المسارات البحرية وجدنا أن الصيادين الصينيين مروا تقريبا بثلاث مراحل من حيث الإنتاج والمعيشة في بحر الصين الجنوبي. الأولى تتمثل بسجلات مسافة المسارات البحرية في طبعة سو دو ليو. مهمتها توجيه الملاحة، وتتكون من منطقتين كبيرتين، أي تغيير المسار عند نانشا وعند سيشا. أما المرحلة الوسطى فتتمثل في تحديد موقع البوصلة على يد يوي تشين، وتقضي بتوضيح مسارات الملاحة واستخدام هذه الطبعة أكثر في تنمية سيشا ونانشا والاستفادة منهما. أما دون تو شا فالانشغال والإنتاج فيها لم يكن شائعا، لذا فالمسارات تقع بصورة مركزة في 5 مناطق وسطى رئيسية محاطة بالشعاب المرجانية. البحر واسع بلا حدود، والإبحار ليس كالمشي على الأرض. الطريق البحري ليس مرئيا وغير ملموس. كلمة غان في سجلات مسافة المسارات البحرية غان لو بو هي وحدة للمسافة، ووحدة المسافة الواحدة تعادل تقريبا 10 أميال بحرية. كلمة لو هي مسار، أما بو فهي دفتر أو سجلات. ورد في السجلات أكثر من 200 مسار للملاحة. هذه المسارات توضح نقاط الانطلاق والوصول لكل مسار بحري وموقع البوصلة. لقد دونت في السجلات تفاصيل عن المسافات البحرية من شتى الأماكن إلى الجزر والشعاب المرجانية، وتفاصيل عن تغيير مواقع البوصلة مع تغيير الرياح، ومعطيات ضخمة عن اتجاه الرياح والتغيرات الهيدرولية والمناخية والمعلومات الجيولوجية. زاول القباطنة القدماء لأجيال أعمال الصيد في بحر الصين الجنوبي، حيث الجزر الواسعة وضفافها الطويلة بالاعتماد على السجلات، وهو الكتاب السماوي والبوصلة. يجب أن
24 كلمة صينية منقوشة على محيط البوصلة القديمة في يد الصيادين، منها تسي و ماو يو. كلمة تسي موجهة للشمال تماما، و للجنوب، ماو موجهة للشرق تماما، بينما كلمة يو موجهة للغرب. إن هذه الكلمات منقسمة إلى 12 مجموعة، كل منها توضح اتجاهين معكوسين، المجموع 24 اتجاها. هكذا يمكن إيضاح الموقع في البحر الواسع الرحب، كما يمكن تحديد نقطة انطلاق كل مسار بحري ونقطة نهايته إلى مسافة الملاحة ووقتها. سمى صيادو هاينان الجزر والشعاب المرجانية وشا حسب لهجتهم المحلية. هذه الكنيات يصل عددها ل 136، واحدة في أرخبيل دونشا، 38 في سيشا، 97 في نانشا. أطلق الصيادون على كل إقليم بحري اسم الرضاع. البحر الشرقي هو سيشا، الشمالي نانشا، ماوتشو جزيرة يونشين، أما هايكونغ فيقصد بها شعب بانيو المرجاني.就像个小马一样，就叫黄山马。南海啊，海域里面很复杂的问题。你比方说，海潮的那个汹涌啊，风向啊，还有那个还有很多那个海底的暗礁啊，说那个渔民为了怎么样那个避开这个浅滩，然后能够到达自己的目的地，就这样呢，他们就开始对这个主要的那个岛礁啊。 又给予名字，又有名字才清楚这个礁石叫什么，那么开始就慢慢的就是约定俗成。 أسماء المناطق الواردة في السجلات تبدو حية. بعد تعرف صيادي هاينان على مزايا الجزر والشعاب عبر أجيال، فمثلا اسم الحلقات المرجانية بسلة، ونادوا جزيرة نانوي الجزيرة الصغيرة الشامخة، شعب سيلينغ المرجاني، عدسة التلسكوب، شعب أندا القرص الفضي، شعب شامبين حراشف السمك. كنلوبو它实际上它是记录了中国渔民对南海诸岛发现开发经营的整个过程历史过程，所以它跟陆部它是另外一种方式。 证明了中国是南海诸岛唯一的真正的主人，以渔民的方式来进行命名，然后再通过国家的立法行为把它上升为国际认可的标准地名，实际上是一个国家在实践或者行使主权的一种形式。 إن اكتشاف السجلات يعد دليلاً دامغاً يبرهن على ملكية الصين المطلقة للجزر والشعاب المرجانية الواقعة في بحر الصين الجنوبي، ويؤكده العلاقات بين الصيادين والبحر وبين الإنسان والطبيعة في هذه المياه الإقليمية. 你把我到新加坡以后，你们把名给留下来。那新人呢？在你们，你到这里，那新，你们要新的，有两点半的时候，你们要新。后面想不想去找你爸爸呀？不，爸爸新加坡要不顶风，一定要顶风的，大雾的呢，那个是哪一个行业呢？这个，你知道。
للقبطان خوان تيالي البالغ من العمر 86 عاما مشاعر معقدة عن البحر. في شبابه اشتغل في قاربه أكثر من 6 أشهر خلال السنة، وكان أفراد عائلته يعتمدون على البحر في معيشتهم، ولذلك أحب بحر الصين الجنوبي حبا جما. لكنه بعدها سمع خبرا يفيد بموت أحد أقاربه غرقا، فغضب على البحر، ومع تقدمه في السن أصبح عاجزا عن العمل في القارب، دائما تصفح السجلات تعبيرا عن حنينه العميق إلى بحر الأجداد.早在中国远古时期，中国人民已经开始在南海进行自己的这个开发和经营活动，特别是到了明清时期，中国渔民大量的前往西南沙海域呢进行渔业生产活动。那么在古代历史时期，对于这个南海的开发经营活动，主要是两个方面，一个是航路的开辟，一个是渔业生产活动。 يهب البحر ثرواته للبشر، ومن جهة أخرى يبتلع الأرواح. هناك قول قديم مأثور يصف من على متن القارب بشبه الميت. وانطلاقا من فكرة الانفتاح وتحدي المخاطر، أخذ هؤلاء القباطنة القدماء يزاولون الأعمال التجارية العابرة للحدود. إن الجزر والشعاب المرجانية الواقعة في سيشا وتشونشا ونانشا هي مستودعات نفيسة مليئة بالثروات، لذا كانوا يقومون بالصيد حسب المواسم الزراعية، وبالتالي ينقلون ما اصطادوه إلى بلدان جنوب شرق آسيا للبيع، ويحصلون بها على لوازم يومية. يقول صياد هاينان إن 108 صيادين من بلدة تانمن قتلوا خلال اصطيادهم في بحر الصين الجنوبي في السنوات الأولى لعهد أسرة مينغ الملكية. بعدها تحولوا إلى أشباح باسم الإخوة، وعددهم 108، وواجباتهم حماية القائمين على الصيد في البحر. خلال مئات الأعوام أنشئت معابد الإخوة في كل من سيشا، نانشا، وتشونشا، والتي وصل إليها صيادو هاينان. وأول مهمة يؤدوها بعد نزولهم إلى الجزر إشعال البخور وتقديم القربان للإخوة 108. بعد هدوء العواصف والأمواج يجود البحر بثرواته وجماله، ويستقر عدد من الصيادين في الجزر طويلاً. ورد في سجلات محافظة وينتان أن السيد تشان خونب من قرية شانغو بوتسونغ بالضاحية الشرقية لمركز محافظة وينتان مكث في شعب تشونغ تسوجياو لمدة 18 عاما في 30ات و40ات القرن الماضي. وبجهود الصيادين المستمرة يتحملون المهمة التاريخية العظيمة بتنمية بحر الصين الجنوبي. ونظرا لوجود السجلات أصبح بمقدورهم الوصول إلى بلدان جنوب شرق آسيا حاملين معهم المنتجات البحرية التي اصطادوها وباعوها للحصول على اللوازم اليومية.
这个海南的这个港口，有海口港，有文昌的普清港、青兰港、琼海的潭门港，广东还有一些广东省的一些渔民也是在古代。 هذه السجلات حتى اليوم محفوظة وفق 12 طبعة توضح التوسعات المتواصلة لأعمال الإنتاج ونطاق المعيشة لصيادي خينن منذ زمن طويل والبلورة التدريجية لعدة مناطق بحرية ثابتة للصيد. إنها برهان لصيادي خينن على تنمية بحر الصين الجنوبي على قواهم الخاصة، وكذلك ترجمة تامة للعلاقات المنسجمة بين الإنسان والطبيعة في هذا البحر. قبل عهد أسرة تشينغ كان الصيادون ينتجون ويعيشون في بحر الصين الجنوبي بصفتهم أفرادا، يقصد بهم الأفراد والعائلة والأسرة. الموارد في البحر عناصر هامة يعتمدون عليها في الإنتاج والمعيشة، علما بأن أعمال التنمية والإدارة الشعبية في بحر الصين الجنوبي لم تتوقف إطلاقا. 中国最早经营开发南海啊，它本来是那个荒无人烟的，那么谁到那去能够生存下来呢？我们海南的渔民，他到那里先开发，就是捕捞，挖马蹄鹿，挖砗磲，这个挖海莲草，挖这个海参，抓海龟。潭门渔民最早开发经营。 دونت في السجلات أعمال السيادة التي قام بها صيادو خينن بتسمية الجزر والشعاب المرجانية في سانشا، وترجمت من خلال تأليف السجلات المحلية وترقيتها بالتدريج لتصبح رسمية. وفقا لسجلات غواندونغ، تشوان تشوفو ودونغ آن، فإن الجزر الواقعة في بحر الصين الجنوبي خاضعة لإدارة وانجو. تغطي السجلات البحرية بطبعاتها المختلفة المسارات التي تغطي أساسا كافة المياه الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، كما تتناول العمليات كافة والتي تم خلالها اكتشاف شتى الجزر والشعاب في البحر والمياه الإقليمية وتسميتها وتوحيد أسمائها. وبدءا من عهد أسرة تشينغ بدأت السجلات المحلية بامتصاص محتويات سجلات مسافة المسارات البحرية كمحتويات للسجلات المحلية. مثلا سجلات غواندونغ رسمت خريطة رسمية لبحر الصين الجنوبي وفقا للمعلومات الواردة في سجلات مسافة المسارات البحرية.按照国际法的一般原则呢，断定某一个领土，那么与海上来说呢，就是断定某一个岛礁属于某一个国家，必须要满足四个条件，分别是四个最早，那么就是最早发现、最早命名、最早开发经营和最早持续不断的行政管辖。那么就南海而言呢，与南海诸岛，那么完全满足这四大最早条件的只有中国这样一个国家。所以呢，我们说我们自古以来中国对于这个南海诸岛啊，就享有主权。 في تاريخ تطور السيادة الوطنية، إن طبيعة السيادة وممارستها تتمتعان بالتماثل والانفصال. نظرية التسابق في الاحتلال ليست لها قوة مقنعة لإيضاح الفحوى القانوني لسجلات مسافة المسارات البحرية. تسابق الاحتلال الوارد في القانون الدولي يقصد به
الاكتشاف الانفرادي أي السماح بالاحتلال. أما سجلات مسافة المسارات البحرية فهي تشتمل على معلومات أكثر وفرة ولا تقتصر على الاكتشاف، مثلا تسمية الجزر والشعاب والمسح البحري والتنمية الاقتصادية. 研究这个更努部啊，我们就以老师从学术的角度进入的，在进入以后呢，我们发现呢，更努部的问题不纯粹是个学术问题，而我们在田野调查里面发现，台门最早到南海去捕捞的，就是一个研究的福在德，福在德这个人呢，他们说是元朝至元23年到南海捕捞的。 توضح السجلات العلاقات بين البشر وبين الإنسان والطبيعة وشتى العلاقات الأخرى كالانسجام بين المعرفة العلمية والتصرفات الشعبية والأعمال الحكومية. مثل هذه المعلومات متفقة متكاملة مع جوهر نظرية السيادة الوطنية، وتبشر مباشرة بأن الصين تمتلك سيادتها دون جدل على جميع الجزر والشعاب المرجانية في بحر الصين الجنوبي. تحمل سجلات مسافة المسارات البحرية الجزر والشعاب وسط البحر الواسع الرحب، كما تحمل الجزر المشاعر العميقة التي يكنها الصيادون في بحر الصين الجنوبي لوطنهم الأم.